الرحلة طبعا رحلة تعتبر شبه أو يطلق عليها رحلة تاريخية وفزعة وطن. رحلة طبعا من أجل كسر حاجز الخوف عند السواح وعودة السياحة من جديد. والحمد لله وجدنا إقبال بعد ما كان كل ليبي ينظر للموضوع هذا أنه خيال أو حلم أو ومستحيل يعني، ولكن الحمد لله بفضل جهود الخيرين والشباب والناس الوطنيين قمت بهذه الرحلة. طبعا أنا مشرف الرحلة والفكرة في فكرتي من البداية، وما نحبش نقول أنا لأن هي طبعا من أجل الوطن، وطالما أنها هي من أجل الوطن فالإنسان لا يمكن أن يختصرها لنفسه، ولكن هي طبعا إشحاف يعني كجهد جماعي في الفكرة، فكرة شخص وانتشرت إلى أصبحت أنها فزعة وطن.